لما هتيجي تدي جائزه لاحسن رئيس اتحاد افريقي تديها لفوزي الاقجع وانت مغمض يعني. متابعي الكرام السلام عليكم. في خبر عاجل، انفجر الاعلام الجزائري بسبب عدم تواجد رئيس مثل فوزي الاقجع في الجزائر، مؤكدين بانهم يتمنون رئيس مثله في الجزائر، ومؤكدين ايضا بان فوزي الاقجع لو كان في الجزائر سيكون قادرا على الغاء عقوبه الفيفا بمنع منتخب الجزائر من المشاركه في كاس افريقيا. وقال محلل الجزائر في قناة الهداف: أتمنى من كل قلبي أن يكون لدينا رئيس مثل فوزي الاقجع في الجزائر. يجب أن أعترف أنا كجزائري أن فوزي الاقجع الرجل ذكي، ولو كان هنا في الجزائر كان قادرا على إلغاء عقوبة الفيفا ضد المنتخب الجزائري الأول بمنعه من المشاركة في كأس إفريقيا. فبالقول فوزي الاقجع يعتبر أفضل رئيس جامعة كرة قدم في إفريقيا. صراحة لا يجب علينا أن نقارن بين فوزي الاقجع، لأن فوز الاقجع راكم خبرة كبيرة، بينما وليد صبري يعتبر جديد في هذا الميدان، وسنقوم بخطأ كبير إذ قمنا بمقارنته مع السيد فوز الاقجع. ففوز الاقجع له تعليم أصيل وذو خبرة كبيرة لا يستهان بها في الميدان الرياضي. وإلى هنا متابعي الكرام، لكم قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسى دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة.